أمي الثانية مدام سلوى الخليل عبد الملك، قلت له أبونا أنا لازم أكتب لستي. حماتي إنسانة مصرية اتربت في شبرا، عاشت في شبرا في فترة كانت مصر طبيعية، ما كانتش تعرف التمييز لا على أساس الدين ولا على أساس العنصر ولا على أساس النوع. الفترة دي كانت مصر مختلفة، ما كانتش مصر عرفت أفكار التطرف، الأفكار الظلامية، ما كانتش عارفه التفرقه. في التوقيت ده هي اتجوزت حمايه حسن فراج محمد الله يرحمه، وانجبوا زوجتي واتزوجنا والحمد لله عشنا حياه كويسه. ويمكن كنت سعيد ان اسرتي من الاسر المصريه القليله اللي قدرت ان هي تكون بتحتفل باعياد ومناسبات دينيه في مصر كلها. دي كانت بتنكر وبتيجي على نفسها وبتقول ان معلش يا ابونا بتقول انا مش مسيحيه علشان ما تاثرش وما تشوش على الولاد عندي. وانا عارف وكنت بحتفل معاها بكل اعيادها وكانت بتحتفل معايا بكل اعيادنا وكنا بنعيدها في اعيادها. الست دي عملت حاجات كتير كويسه وفي بيت ربنا مش هشارك حق ان هي ما قصرتش في حاجه وان هي خدمتنا كلنا وانها وقفت جنبنا كلنا وانها اتعذبت كتير الفتره الاخيره. التركيبه دي كانت لازم الولاد يفهموها ولازم يبقوا رافعين راسهم ولازم يبقوا فاهمين انه مش عيب ابدا ان جدتهم كانت مسيحيه، بالعكس احنا لازم نكرمها. وعلشان كده النهارده كنت مصر ان انا اعمل لها التكريم اللي يليق بيها والحمد لله ربنا وفقني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اني اقيم عليها الصلاه وان اولادي يبقوا موجودين وان اصحابي يبقوا موجودين وان زمايلي يبقوا موجودين وان احنا نستعيد لحظات المجتمع المصري فيها دي حقيقته، مجتمع بلا تمييز بلا تطرف بلا عنف. اللي موجودين في القاعه حتى هذه اللحظه ما تقدرش تميز بينهم مين المسلم ومين المسيحي. اللي تقدر تفهمه ان احنا كلنا مصريين وهي دي الرساله الاهم. الموقف بجد انا بحترم مع احمد او حماده، انا متعوده اقول له حماده. الحقيقه انا يعني بقول عليه اصيل لانه هو عمل بوصيه حماته اللي هي طلبتها ان هي يعني تصلى عليه في الكنيسه وتدفن في مدرسه المسيحيين، وهو عمل بالوصيه وعمل كده فعلا لانه انسان اصيل ابن ناس محترمين. حتى انما انه يقولونا ايه اخوه، فاحنا كلنا بنعبد رب واحد، فبالتالي من منطلق هذا احنا كلنا اخوات مع بعض بنعيش على ارض واحد. ربنا يبارككم جميعا ويبارك حياتكم وبشكركم جميعا لشعوركم الطيب ومواساتكم الكريمه. ربنا عوض عن محبتكم لان احنا كلنا بنقولنا بالتاني.